إذا بتحبني الكنيسة هو من محبتهم لأسيسهم، لو أسيسهم ما بحبني ما ظنيش بحبوني. شكرا لمحبتك، شكرا لدعوتك. اقعدوا بليز، إلا إذا بتحبوا إنه تسمعوني وانتوا واقفين. أنا مبسوط فيكم، زي ما بقولكم دايما بحب أكون معاكم. وجوهكم المبتسمة اللي بشوفه برا، اللي بشوفه بالأسانسور، اللي بسلم علي، اللي ببوس، اللي ببتسم، رائعين. شكرا لاحتفائكم بي. كيف هي احتفائكم؟ هاي قوية. ضليع ضليع باللغة العربية. نمتوا منيح؟ نمتوا منيح؟ اوكي. احلمتوا منيح؟ ما حلمتوا؟ اذا نمتوا منيح. اللي بيحلم كثير ما بنام منيح. اوكي اورايت. اذا حلمتوا يعني ما نمتوا منيح. انا بشكركم لتشجيعكم امبارح. بعض الناس شجعوني، حكوا لي اشياء رب استخدمني، رب استخدمني معاكم. اوعى تركزوا على الشخص زي ما رح نسمع اليوم. التركيز مش على الشخص. عمركم سمعتوا عن فيلم اسمه لورنس اوف اريبيا؟ اوكي. مين سمع عن لورنس اوف اريبيا؟ اوكي. هذا فيلم بالستينات عملوه وصوروه بالاردن، بوادي رم بالاردن. من الممثلين في بيتر اوتول، هو مثل لورنس، وكمان عمر الشريف اللي توفى بالمدة بسيطة لعب دور الملك فيصل أظني فيه. الفيلم كان ممنوع بالأردن سنين طويلة، مع أنه صوروه تحت إشراف الملك حسين المنتقل. الملك حسين شجع أنه الفيلم يتصور بالأردن، وبعدين منعوه بالأردن. والسبب هو أنه كان صور القبائل العربية بطريقة مش حلوة، هيك فكر وبعدين سمحوا فيه. على فكرة بس اشي عرفته جديد، انه الملك حسين اتعرف على مرته اللي هي ام الملك الحالي، الملك عبدالله، تعرف عليها كانت تشتغل بالفيلم، فتعرف عليها من هناك، كان يروح، وهي والدة الملك عبدالله ملك الاردن الحالي. على فكرة العائلة الهاشمية بالاردن عائلة مية مية زي ما بقولوا المصريين. هي اللي حامية الأردن، هي اللي منفتحة، هي اللي يعني معظم الرؤساء هم الدكتاتورية، وهم لازم في الأردن هو الرؤساء اللي بيحموا البلد، مش البلد اللي بعكس البلاد الثانية. وإحنا محظوظين، وبليز صلوا مشان الأردن، والأردن بتصلي مشان كل البلاد. بنطلع على البلاد اللي حوالينا، بنطلع على اللي عم بيصير، ومنشوف ايد الرب على الاردن. في مواعيد عظيمه على الاردن. لورنس اليوم موضوعي يعني هذا ببدا. انا حكيت عشان اشوف كمان مره كم واحد منكم بيعرف عن قصه لورنس، بس اشوف. اوكي مش الكل. بشجعكم تشوفوا الفيلم، فيلم ابيض واسود لكن عملوه ملون، رائع جدا. في بالانجليزي، موجود على دي في ديات. انا قبل 4 سنين 5 سنين بس شفته. لورنس اوف اريبيا اسمه. هلا القصة تاع الفيلم انه الانجليز وعدوا الشريف حسين اللي هو جد الملك الحالي تاعنا، الشريف حسين في مكة، وعدوا انه يعملوه ملك للعرب كلهم. فقالوا انت قوم على الاتراك، اعمل الثورة، سموها الثورة العربية الكبرى، اعمل الثورة، احنا بندعمك ونسويك ملك على كل العرب. طبعا ضحكوا عليه، ولأنه الإنجليز والفرنسوية كانوا عم بيعملوا سايكس بيكو. سايكس بيكو كانوا عم بحضروا لتقسيم البلاد كلها، وعم بيضحكوا على العرب، بيحكوا لهم بدنا نعملكم دولة واحدة، وفي نفس الوقت عم بحضروا لسايكس بيكو. هلا الفيلم عن شخص ضابط إنجليزي اسمه لورنس، ولورنس بسموه لورنس أوف أرابيا. لورنس اشتغل مع القبائل العربية، وخصوصا مع قبائل الحياصات اللي هي بجنوب الأردن، وفي الحرب ضد الأتراك. وهي القصة قصة حقيقية. كتب لورنس كتابه 7 Pillars of Wisdom، كتبه، والفيلم مبني على هذا الكتاب، مع أنه أهل لورنس منعوا أنه يستعملوا نفس الفيلم
اسم الكتاب واستعملوا كلم فيلم اسم لورنس اوف اريبيا. هلا بنهايه الحرب لورنس اخذ زعماء قبائل العرب، احنا عم نحكي 1920 بهالوقت، يعني قبل كم سنه. اخذ الزعماء ودهم على انجلترا، قابلوا الملكه، زمان القبائل العربيه اخذهم على انجلترا، قابلوا الملكه وقابلوا البرلمان، قابلوا اللوردات، طبعا نزلوهم في فيرست كلاس هوتيلز بلندن وزوروهم الى اخره. بعد ما خلصوا لورنس قال للزعماء، قال لهم اي شيء بدكم اياه من انجلترا ممكن نعطيكم اياه، بتحبوا شيء تاخذوا معاكم. جابوا لورنس ودوه على الاوتيل على الحمام وقالوا له بدنا من هدول، فرجوهم الحنفيات. قال له لانه هاي تغنينا، الحنفيات تغنينا من انه نروح نجيب مي من البير. ما كان يعرف انه ورا الحنفيه في اشياء كتير. فكر انه الحنفيه بتحل الموضوع. عنوان رساله اليوم السر مش بالحنفيه. معي انت؟ السر مش بالحنفيه. هلا الحنفية ممكن تكون 24 قراط زي ما بنسمع في بعض البلدان، في ناس عندهم حنفيات 24 قراط، بس إذا الحنفية مش موصولة بالمواسير، مش موصولة بالنبع، مش موصولة بمصدر الماء، الحنفية ما بتنفع. السر مش في الحنفية، السر في القوة اللي بتيجي من وراء الحنفية. السر موجود في الأشياء التي لا ترى بالعين المجردة، السر موجودة بالأشياء اللي ما بتشوفها. الناس بتطلع على الحنفية بفكروا أن الحنفية هي السر. هلأ أول شيء بحب أحكي اليوم، أنا رسالتي بسيطة جدا، إذا ما بتفهمها بتكون بسيط جدا، أبسط مني كمان. أنا بحاول أبسط الأمور لأنه أنا صعب أفهم الأمور الصعبة، فببسطها عشان أقدر أفهمها. فإذا أنت فهمتها معاي بتكون فهمتها، إذا ما فهمتها بتكون يعني فوق فوق يعني تحت تحت. اليوم بسيطة جدا. أول شيء بحب أقوله اليوم في هذا الصباح أنه الحنفية ضرورية جدا حتى توصل المي للمحل اللي لازم توصله. أنا بديش أقلل من أهمية الحنفية. بتستعملوا كلمة حنفية؟ المصريين بستعمل كلمة صبورة أو صبور. في أخوين أخوتنا المصريين بتستعملوا إيه؟ حنفية كمان. حنفية نفس الشيء. حنفية. أنا مش حابب أقلل من قوة الحنفية. الله يحتاج إلى حنفيات. طلع على جنبك قل له ربنا بيحتاج إلى حنفيات. الحقيقة ربنا بيشتغل من خلال الحنفيات. الله عم فتش على الحنفيات، ربنا عم بيشتغل من خلال الحنفيات. مش مهم شكل الحنفية، المهم أنه تكون حنفية الله بيقدر يستعملها. طلع على جنبك قل له إن شاء الله تكون حنفية ربنا يقدر يستعملك. الرب يقدر يستعمل أي حد. إذا بتطلع على الكتاب المقدس في ناس كتير أنت بتقول كيف الرب استخدمهم، لكن الرب استخدمهم. أنا اليوم جاي حتى أشجعك. أنا رايح بعد الظهر لكن حابب أترك معاك كلمة تشجيع. تعرف إذا بتطلع في الكتاب تلاقي شخص اسمه موسى كان يتلعثم بالكلام والرب استخدمه في تحرير شعب كامل. شاب اسمه داود اللباس تاعه ما كان يقدر عليه، اللباس تاع شاول ما ركب عليه، الرب استخدم داود. يوحنا مرقس كان مرفوض من بولس، لكن في نهاية حياته بولس بقول نافع لي للخدمة. تيموثاوس الرب استخدمه، تيموثاوس كان عنده قرحة. بولس بقول خذ لك شوية واين مشان أسقامك الكثيرة مشان معدتك. يعقوب أبو الآباء كان واحد مراوغ وكذاب. داود كان عنده علاقات غرامية خارج الزواج. سليمان كان غني كتير وعنده نسوان كتير. قلت لكم انه كان عنده حموات كتير، كان عنده 1000 مرة. تصور 1000 حماي.
Can you imagine? حماتي اجت 1000 دخل عليه حموات. ابراهيم كان كبير بالعمر. قلت لكم عن داود كان صغير بالعمر. انا امبارح انبسطت لما الاسيس طلع الشبيبه وحكى عن الشبيبه اللي بدهم يغيروا. اذا انت تحت ال 25 وهذا انا كمان تحت ال 25. في حدا تحت ال 25؟ هللويا، الرب بده يستخدمك. اذا كنت مثل ابراهيم فوق المية، اذا كنت مثل داود تحت الخمسة، كان عمره 17 سنة. بطرس كان خايف، كان خايف من النوم وكذب، ومشان خوفه خان الرب، ما اعترف بالرب. سمعتوا عن لعازر؟ كان ميت. شو بتشتغل لعازر؟ بشتغل ميت. اجنن وانا ميت. الأسيس تاعكم علامة في عدل الإمام، فأنا بتعلم منه. شو بتشتغل لعازر؟ بشتغل ميت. أجنن وأنا ميت، والرب استخدمه لمجد اسمه. معاي أنت لسه؟ معاي ولا نمتوا؟ يوحنا الحبيب كان ولد صغير وكان دلوع، حط راسه على صدر السيد. كان دلوع وكان شايف حاله. كان إذا بتقروا إنجيل يوحنا، يوحنا عم بحكي عن حاله بطريقة هيك بطريقة. بقول اثنين كانوا اثنين، واحد اللي كان يحب الرب عم بحكي عن نفسه، وكان بطرس الاختيار بالنسبة له اختيار. لما كنا صغار واحد عمره 25 كان بالنسبة لنا اختيار على فكرة. 30 سنة كان هلا صار من 30 سنة بكير. فيوحنا بقول لكن التلميذ الآخر عم بحكي عن حاله سبقه لبطرس دخل جوا على القبر قبل. He was a spoiled brat بالإنجليزي. كان 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 شايف حاله، كان كان مدلع، دلوع الرب، والرب استخدمه. نعمة كانت أرملة، الرب استخدمها. بولس كان موافق على القتل وكان قتيل، والرب استخدمه. وذكرت لكم إنه موسى كان قاتل، والرب استخدمه. يونان كان هريب، هرب وراح دخل في بطن الحوت. تصوروا كيف الرب استخدمه. عندي وعظة عن يونان، أكل الحوت وبعدين بقول الكتاب إنه الحوت طلعه من بطنه، استفرغوا الحوت. تصور هيك طلع من بطنه كل الأعشاب هيك، وأجع الناس قالهم توبوا. كان يجست مجد طالع من بطن الحوت، ريحته طالع. تصور الزبالة هاي اللي حوكين كلها طالعة هيك، طالع ريحته هيك طالع. توبوا، ربنا بده يخربها عليكم، توبوا وتابوا. والرب استخدمه. في ناس بيقولوا لي ما باجي على الاجتماع لأنه بطلع من الشغل ساعة 6، ما بلحق أروح على البيت أخذ شاور أجي. بقول له تعال زي ما أنت تقعد مع الناس، أقعد لحالك لأنه ريحتك ممكن تخلي الناس يبتعد عنك، بس تعال الرب يقدر يستخدمك حتى لو ريحتك طالعة. مريم أخت موسى كانت نمامة، تحكي عليه، تحكي على الأسيس. هلا أكلت ضربة على وشها، بس الرب الأخير استخدمها. دير بالك تأكلي ضربة من الرب وتصيري برصة لأنك تحكي على الأسيس. هلا الأسيس تاعكم طبعا كامل، ما حدا بوصله، وأنا كامل كمان، كل الأسيس كاملين. هو بيعرف إنه كامل، عشان هيك ما بيجي بكماله، بيجي بتواضع الكنيسة. وطبعا بس الرب استخدم، تعرف أسيس، بس بدي أقول لك اللي بيحكوا عليك الرب بده يستخدمهم حتى اليوم. ما عنده بيحكوا عليك لأنه لساته أب سماوي، اطلقهم وجيبهم إلي أنا بفجر لك إياهم. عم بمزح. جدعون وتوما كانوا شكاكين، والرب استخدمهم. إليا كان منهار، عنده انهيار أعصاب، صار له انهيار أعصاب بعد الخدمة، والرب استخدمه. في حدا على وشك إنه ينهار بعد المؤتمرات؟ بصير في بعض الناس عم من كتر التعب بتصيروا بدهم ينهاروا. خد لك إجازة وما تنكر الرب،
فكرش حالك انت الوحيد اللي بتخدم إليا، فكر انا بقيت وحدي. قال له شو وحدك، في 7000 زيك. مريم اخت العازر كانت قليلة الحركة، اختها مرتا كانت تشتغل. مريم زي بتحب تقعد عند الرب. انا بضحك على هدول اللي بحبوا زي ابني يتسلقوا جبال. بالنسبة لي احسن شيء اقعد عشط البحر تحت الفيل تحت المظلة، بريفيربل يكون الاي سي جنبي وكتاب بايدي عشان هيك بتحبني، وكولد درينك جنبي، وانت خليك تحت الشمس انشوي تحت الشمس. انا بالنسبة لي this is life. مريم كانت كسولة قاعدة عند الرب، والرب استخدمها. حكيت لكم عن شمشون كان شعره طويل. وين الشعر طويل؟ الرب بده يستخدمهم. بجوز شمشون كان يحط حلق هون ايه هدول الحلق هون وحلق هون، بجوز حلق هون ما منعرف. قربنا نعرف لأنه صار يلبس بنطلونات مخزقة. هدول تصور يرحم جدك كان يلبس بنطلونات تعبانة، هلا أنت بتلبس بنطلونات مخزقة كلها هاي. بتفحق حق مصاري يا أختوني. ليه ما أنا وياك نلبس؟ مش عارف، بكفي بحكوا علينا بنطلونات مش مخزقة، كيف لو نلبس مخزقة؟ ورب رح يستخدمهم. وتاتوز وما تاتوز ومش عارف ايش، بجوز كان عنده تاتوز شمشون probably not، بس الرب استخدمه. قلت لكم عن نوح، كان سكران وعمل عملاته والرب استخدمه. موسى كان بولع بسرعة، short fuse بسموهم بالانجليزي، كان بولع بسرعة، وبسبب هذا خرب على حياته، ما دخل ارض الموعد، بس الرب استخدمه. اليوم الرب عم فتش على حنفيات. مين حنفية اليوم؟ قول أنا حنفية يا رب، أنا حنفية. جروهي ها جروهي. في عندكم حنفيات بلبنان؟ مصنع حنفيات؟ ما بعرف شو الحنفيات اللي عندكم. ربنا ما بتطلع على الفلوس، ما بتطلع على الوجوه. ربنا ما بحاب الوجوه. ربنا ما بيحكم على الناس من برا. ربنا ما بحكم على الناس بأشكالهم. ربنا بحكم على الناس بقلوبهم. بتطلع هل هذا القلب زي ما أنا بدي بقدر استخدمه. فاليوم إذا قلبك صح وعندك إيمان، الرب بقدر يستخدمك. أنا بدي أحسك اليوم مش بس الأسيس بقدر يستخدمه، الحقيقة بقدر يستخدم الأسيس، لكن الأسيس بيلزمه ناس معه حتى الرب يستخدمهم. اوعى تفكر حالك insignificant، اوعى تفكر حالك أنت مش مهم. أنت مهم في هذه الحياة، انت مهم، انت جزء من الفريق. لو حطوا ميسي لحاله يلعب ما بقدر يجيب جوال، بلزموا الناس اللي معاه. واسيسكم بلزموا الناس زيكم. بس قول انا جاهز يا رب، هاي انا حنفية، استخدمني. اسمعوا ايش بقول الكتاب، من امن بي من بطني تجري انهار ماء حي. عم بحكي عن الحنفيات. الرب بقول الرب لك اذا بتامن فيه بتصير حنفية، تجري من أنهار من بطنه ماء حي، الماء الحي اللي هو منه. تحب تكون حنفية؟ الله عم يفتش على حنفيات. طلع على جنبك قل له ربنا عم يفتش على حنفيات. مرات كتير الشيء الوحيد اللي بوقف عمل الرب هو عدم وجود حنفية. مرات الشيء الوحيد اللي بوقف عمل الرب هو عدم وجود حنفية، عدم وجود إناء. تتذكروا لما إليشع راح لعند الأرملة وطلب منها أنه تجيب آنية، وجابت الأواني وعبت الأواني، وطالما كان في أواني الزيت كان يفيد. لما خلصوا الأواني الزيت وقف. كتاب يقول وحين امتلأت جميع الأواني قالت لابنها هات إناء آخر، فأجاب لم يبقى هناك إناء. عندئذ توقف تدفق الزيت. أنا بخاف أنه في هالأيام يتدفق تدفق الزيت يتوقف لسبب عدم وجود آنية. الرب عم ببحث عن آنية، الرب عم ببحث عن حنفيات اليوم. ما تسألني ليش الرب استخدم الأواني التعبانة اللي مثلي. تعرفوا أنا
أنا بجوز حكيت لكم أنا كنت بالعربي تيرسو صفر زلج نو نو جود خصوصا بالإنشاء. أتذكر كنت الصف الخامس أو السادس وقرينا مقطع بالكتاب كان أستاذنا اسمه أستاذ فؤاد منصور راح للناحية الثانية من الحياة. فؤاد منصور كان فلسطيني وكان لسانه زفر. في أساتذة هيك كانوا بالمدرسة كان لسانه زفر بس كان يستعمل طريقة شعرية عشان يبهدل الأولاد. في يوم الأيام طالعين كل يوم الصبح كنا مدرسة فرير كنا نروح كل يوم على القداس الصبح. أعتقد أن الرب رتب هاي الأمور حتى أكون كل يوم بالقداس. تصور عودونا كل يوم الصبح بالقداس كل يوم الصبح روح ما بعرف ليش صافين بالدور وعم بيحكوا الأولاد جر 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 جر. وكان أستاذ فؤاد بيقول أسكت أسكتوا يا أولاد أسكتوا فش حدا ساكن أسكتوا يا أولاد فش حدا ساكن. بعدين حكى لهم اسمع ولا هيك يعني اسمع ولا انصر سالح الصر ماي بلكيها في ثم واحد فيكم. شوف الشعر هذا الشعر خيال واسع. قالنا اقروا المقطع قرأنا وبعدين قال كل واحد ياخذ ورقة وقلم اكتب ما استفدت من هذه القطعة. انا بالنسبة لي مواضيع الانشاء بكره الانشاء انا بكره الانشاء. ما كنت اعرف انه في يوم من الايام رح اعمل انشاء والقي محاضرة احكي للناس ما كنت اعرف. فانا ما كتبت قلت بروح على البيت بكتبها او بسأل حدا يساعدني. فمبين شافني من بعيد قال لي صلبشيان تعال اقرا لنا شو كتبت. طبعا قلت له ما كتبت اشي. فنعتني بنعوت كثيرة منها اسماء حيوانات مثل بغل وثور. بعدين حكى ابوك ثور. وضربني أيام كان مسموح الضرب يا ريتي رجع الضرب. وضربني وبعدين قال لي أنا بقول لك روح اكتب ما استفدت من هذه القطعة. رجعت طلعت على الساعة قرب الحصة تخلص فأخذت الورقة وراها بخط كبير كتبت لم أستفد شيئا. مبين شافني من بعيد قال لي تعال اقرأ لنا شو كتبت. من خوفي أخذت الورقة مش كاتب شيء وبلشت ألف من عندي. شوف الخوف بيولد فيك أشياء كتير. دمياك في سيارة مسكرة طلعوها. أوكي فنداني قال لي اقرأ. فالخوف خلاني أطلع القريحة عندي وبلشت أحكي. ويقول الشاعر ويقول الكاتب دق الجرس. قال لي انطيني اياها انا بكملها. اخذ الورقه فاضيه. قلبها هيك شاف لم استفد شيئا. نزل طبعا ضربني وشلاليت بالارض. ضربني وعمل حتى انا طبعا بلش منه ابوك ثور وكل شيء. رحت على البيت وحكيت لأمي وقلت لها لا تحكي للبابا. طبعا حكت للبابا وأنا ما بعرف شو صار. يوم التنين كان علينا شعر نحفظه. طبعا أنا ما درستش عربي فجيت استلمني. أول ما جيت صلبشيان احكي لنا شعر. طلعت وقفت هناك وانا مش عارف واللي قدامي قاعدين عم بغششوني كل واحد بسمعهم بحكي شعر ما كله ما يتمنى. ايوه ما هو قاعد هناك بقول لي براو 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 براو. انا فكر بتخوت علي. بعدين حط لي 9/10 طلعت هيك 9/10. رحت على البيت بقول للماما قبل يوم ضربني واليوم حط لي 9/10. قالت لي ما هو البابا راح حكى مع المدير فرير اونوري. المدير ندى قال له انت بتحكي عن ابوه ثور. من يوميتها صار صحاب. من يوميتها صرت احب العربي.
ومن يوميتها صرت أوعظ. لا ما فيش من يوميتها يعني بعد. أنا ما كنت أعرف. بس الرب استخدم واحد أرمني بيحكي عربي. أنا ما بعرف أوعظ بالأرمني مزبوط. بس بوعظ بالعربي. إذا ربنا بيستعمل هيك حنفية ما بقدر يستخدمك أنت؟ قول أمين. ربنا عم بفتش على حنفيات. هللويا. تستغرب ليش ربنا بيستخدم هيك ناس. المهم مش ليش، المهم هو. لأنه بتمجد بالناس اللي ضعاف المزدرى وغير الموجود. الله مش محدود بطرقنا وبأفكارنا. الله مش محدود بإمكانياتنا. الله لما بيقرر إنه يستخدم ناس بيستخدمهم حتى لو هم ما بيستاهلوا أو حتى هم مش جاهزين. في يوم 50 انسكب الروح القدس على كل البشر، على جسم بشر مثلي ومثلك، على ناس مثلي ومثلك. قول الكتاب في إشعياء 43-13: منذ البدء أنا هو وليس منقذ من يدي، أفعل ومن يبطل عملي. من يبطل عملي؟ الله بيحتاج إلى أواني. قول معي أواني. والحقيقة الرب بقول إنه الله عم بتفتش على أواني، مش بس بيحتاج، ربنا بفتش على أواني. اسمعوا إيش بقول في حزقيال: وطلبته من بينهم رجلا، التمس من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي على الأرض لكي لا أخربها فلم أجد. ربنا عم بفتش على واحد، على رجل. ولما بقول رجل، الكتاب بالعهد الجديد بقول نكون رجالا تقوى، لكلنا رجال، بمعنى واحد واقف يكون قدها، واقف بالثغر. ربنا عم فتش عليك، ربنا عم فتش عليك. بتفكر انه ما عندكش الامكانيات؟ في ناس بعد ما بوعظ ناس بيقولوا كيف بطلع معك الحديث هذا؟ كيف بطلع؟ انا ما بعرف كيف بطلع معي. ربنا حط الموهبة، بس في عندك موهبة انا ما بقدر اعملها. في بعض منكم بيقدروا يرسموا، انا برسم خرابيش، انا وبيكاسو ولاد عم كل خرابيش. بس بستغرب على هدول اللي بيرسموا بطلع واو بيكتشر، اشي مش معقول. هاي مواهب الله حاطها فيك. انا بطلع اللي بيعزفوا هون، بطلع على الفايلون، على الجيتارات، على الالكتريك جيتار. مين الاخ اللي بيلعب هون؟ هون هاروت، هاروت اسمهم، كان عم بيقسم تقسيمه. انا this is وينو هاروت على فكرة؟ هون. راح بجزء بالاخير تقدروا تيجوا. هلا بطلع على ألبرتو، ألبرتو على الدرامز، ألبرتو الطبل، قصدي على الطبل. هيدك تي من وين هالمواهب؟ بس تصور واحد منهم هدول الله مجهزه مشان عمل حنفية حتى يسقي من خلال هدول. أمين يا شعب الرب. ربنا عم بفتش. العظيم الإله اللي ما بيحتاج إلى بشر يحد نفسه بالبشر، يحد نفسه بالحنفيات. تعرفوا الله عم بفتش على أواني، على حنفيات. في بداية الكتاب في حزقيال قلت لكم، في نهاية الكتاب أيضا بقول فتش على واحد حتى يفتح الأختام، يفتح الكتب، يفتح الأختام، فلم يجد. هلا الحنفيات مهمة. طلع على جنبك قل له أنت مهم، أنت حنفية مهمة، انت حنفية. ربنا بسكب روحه من خلال الحنفيات، يسأل العالم من خلال الحنفيات. هلأ الحنفية مهمة، وهذا نقطة الثانية بكل بساطة، لكن ما بعد الحنفية أهم من الحنفية. مناتهم بيشتغلوا مع بعض. الله يريد الحنفية، بس لازم أعرف أنه السر مش بالحنفية، السر بما بعد الحنفية، بما وراء الحنفية. إذا بتفكر المي، امبارح أظن أول يوم جينا كانت المي مقطوعة بلنا، وكان يطلع هوا كتير، فتحنا الحنفية فبس هوا هوا هوا. أنا بعرف لأن سيرة أنا تركتها، وبعدين أجت المي، أجت المي، كان في غازات كتير، كان في غازات كتير. في ناس حنفيات وراهم غازات كتير، بطلعوا صوت. اسمع، ما
ما تحتاج من وراء الحنفيات هو ماء حي، وهذا الماء اللي احنا بنحتاج. عشان هيك تعرفوا الكنيسة الخمسينية الكنيسة الوحيدة، مش عم بحكي عن كنيسة واحدة، في كل العالم كنيسة الكاريزماتية المواهبية الخمسينية اللي بتشتغل بقوة الروح القدس، هي الكنيسة الفعالة في هالأيام، الكنيسة اللي مجامدة مش عم تشتغل، ما عم توسع. الكنيسة الخمسينية في كل أنحاء العالم هي كنيسة، حتى بين الكاثوليك وبين الطوائف الثانية عمل الروح القدس هو اللي عم بيأثر. تعرفوا ليش؟ لأنه الناس بيحتاجوا إلى شيء قوة مش موجودة بس بالكلام. ربنا بيحتاج عندنا قوة احنا ما عم نستخدمها. امبارح لما الأسيس ناداكم وحبيت هذا، حطيت زيت على ايديهم، لو حطيت، انا بتذكر لما موريس رولو اجا وانا كنت اترجم له، كنت مشتري بدلة جديدة سودا من نوع الليم، وبعدين قرر انه بده يمسح العالم بالزيت كلها وما لقى الا انا بدلة جديدة طعم جديد انا لابسه، وبعدين داروا علي كله، داروا علي، ما لك يا عمي احنا بنمسح هيك زي هدول، نمسح هيك. حط كل الزيت علي وكله شرشر، كله شرشر، خرب لي البدله. بس الغريب انه البدله ما خربت، احتفظت فيها سنين عشان اقول ما خربت، ما لزق فيها، بجوز حاطين عليها تفال او ما بعرف شو، بس كانت. العالم بحاجة إلى قوة الله، العالم بحاجة إلى قوة الله. القوة اللي بتيجي، بتذكر في هذا الاجتماع كان واحد قاعد كان بقول ممكن يدفش الكل ويجيب جرافة توقع الكل، أنا ما بوقع. وبتعرف كيف؟ بدون ما يلمسه روح الله لمس هذا الشاب، نط طاف بالهواء، مش بس وقع، طار بالهواء ونزل، ومثل الطابة عمل طج 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 طج. لا أنا شفتها بعيوني، قال لي إلا دي هاي، ما بعرف شو صار، ولا هي قوة الله. أنت بدك توقع، بوقع أبوك، بوقع اللي خلفوك. إذا القوة مش موجودة بطلع بس كلام، بطلع غازات. وللأسف كتير منا، ومرات كتير أنا اللي عم بحكي، بطلع غازات، مرات بريحة ومرات بدون ريحة، سوري أحكي، بطلع أصوات. يا ما مؤمنين بطلعوا فقط أصوات، وأنا صلاة اليوم أنه نكون مؤمنين عندنا قوة الله، مش بس حكي الله، عندنا قوة الله تقف ورانا. لما نتكلم الأمور تتغير، لما نتكلم الأمور تتغير، لما نتكلم الأمور تتغير. مش عارف مين مبارح كان عم بحكي لي انه حكى اختباره، اظني انت حكيت لي اختوني لما حكيت اختبار كيف واحد انشفى، وواحد كان قاعد ما بيامن بالشفاء، وبعدين اجا بالسر حكى لك، صلي لي انا كمان، وصليت له وانشفى تاني يوم، وقفوا وشاهد كيف رب العالم عم بتفتش على اشي حقيقي، عم تفتش على قوة. العالم زهقت من الحديث على فكرة، الناس اللي حوالينا، الديانات اللي حوالينا زهقوا، عندهم احلى حديث ومنومق، اللغة العربية مش زي واحد بكسر اللغة، بيرفع المنصوب وبنصب المرفوع، وبكسر المؤنث وبيخرب الكل. بس بتعرف ما عندهمش قوة، عندهم صوت وأصوات كثيرة بس ما عندهمش قوة. أنا وياك عندنا الإمكانية أنه ناخد من مصدر القوة، الرب يسوع وقوة الروح القدس. قول آمين يا شعب. بجوز تكون حنفية بسيطة جدا، لكن الكتاب بيقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. ربنا بدوش يمجد الحنفية، ربنا بده يمجد روحه. عشان هيك مرات كتير في بعض الناس بمجد أنفسهم، بيعملوا هالة لأنفسهم، وأنا بدي أنه ننسى النفوس، ننسى الناس، ننسى البشر، ننسى الخدام. ما تتطلعوا إلي، لا تتطلعوا للبشر، تطلعوا للقوة اللي موجودة وراء الكلمات اللي عم نحكيها. تذكر أنه إذا الرب استخدمك الشطارة مش فيك، الشطارة في الرب. إذا الرب استخدمك مش فيكي، تقول كيف رب استخدمك؟ امبارح واحد يسألني طب كيف بتسمع صوت الرب وبتحكي؟ ما بقدر اقول، بس بعرف انه بلشت احكي والرب بلش يستخدمني.
وبعدين بقول من وين بتطلع هاي الكلمات؟ انا ولا فكرت فيها. وبتعرفوا إلها قوة تغيير بشكل ما بنقدر. انا قارئ وبقرا امور كتير، وبقرا فلسفه وبقرا علم نفس ومش عارف ايش. اجاني واحد مره وقال لي بتعرف انا وخطيبتي بحبها بس قلبي مش مولع فيها، ما فيها البقبقة، مش مولع فيها. قلت له طب الشغف هاي اللي ما مش مولع. طبعا منطقي سارقة. بجوز لأنك عم بتقارنها مع بنات تانين حلوين مش حلوين، بجوز كذا وبجوز كذا، بجوز لأنك ما عطيت وقت. وأنا عم بحكي روح القدس قال لي شفاب بس فلسفة، صلي. هلا يا ريت بسمع الروح القدس دائما. أنا بقولكم مش دائما بسمع، بحب أسمع أفكاري وفلسفتي، بس لما بتسمع الروح القدس بتصير أشياء غير طبيعية. قلت له أقول لك خلينا نصلي، وأنا عم بصلي الرب فرجاني شيء. قال لي في عنده علاقة مش صح مع واحدة تانية. كيف تعمل؟ قلت له على فكرة يعني أنت لك علاقات مع ناس تانيين. قال لي بجوز. ربما. قلت له تعب خلينا نصلي. وأنا عم بصلي الرب قال لي لا إله علاقة مع واحدة ومش مسيحية ما سلمة. قلت له هي مش مسيحية صح؟ قال لي بجوز. أنا تحمست هلا. قلت له مور لورد مور، افتح افتح افتح. وأنا عم بصلي الرب أعطاني اسمها. هلا ما حكيت له اسمه، أعطيته أول حرف من، قلت له أول حرف من اسمها كذا. بزت عيونه لبرا، طلع بالأرض قال لي قلت له عندك حجب معطيتك أشياء. قال لي هلا كان ممكن أنا أكتشف هذا على مدى 3 أسابيع من الكونسلينج وأطلعها، بس الرب اخترق بقوة الله. الرب اخترق. هاي القوة موجودة متوفرة للحنفيات. وين الحنفيات اليوم؟ بس بلزمك تكون مش مصدي، منفتح، جهز حالك. ما بعرف كتير مش مشكلة، الرب بقدر يستخدمك، لأن القوة مش فيك، القوة فيه. بجوز تكون حلو من برا ومدهب من برا و24 قراط وجروهة وهانس جروهة وفي غير جروهة ما بعرف، بس المهم المية عم توصل. إذا مش مصدي الرب بقدر يستخدمك، بقدر يستخدمك. قول أمين. تعرفوا في يوم الأيام رب يسوع كان على الجبل مع تلميذين، 3 تلاميذ، وبعدين نزلوا. وبعدين لما نزلوا تحت لقى أنه تلاميذ الباقيين عم بيحاولوا يطلعوا روح شرير من الولد ومش قادرين. فأبو الولد بقول إذا بتقدر تعمل شيء اعمل شيء، خلصنا، هدول جماعتك مش عارفين يعملوا شيء. فبكلمة واحدة شفى الولد، خلصوا. هجول التلاميذ قالوا له احنا حكينا زيك، قلنا زيك، وعصينا على حالنا زيك، احنا 50. هلا احنا 50 لما بنصلي بنقول باسم يسوع، بنقول باسم يسوع. لاحظ هيك منشد على حالنا، ما بعرف اذا انتم بتعملوها باسم يسوع. عملنا زيك ونطينا زيك وغمضنا عيوننا وشدينا على حالنا. في يوم الأيام في بلدنا واحد علمنا، واحد من مصر، أخ من علمنا إخراج شياطين بيضربوا كفوف بمصر. كان كف إن شاء الله أنتم ما بتعملوا هيك بوكسات. وتعلمنا والعالم كله صارت تعلم اخرج منه، مش عم بخرج، بيضربوا كف. في واحد بيطلع بشلاليت، شلونه كف. عملنا فصرنا كلنا نعمل زي هداك اللي علمنا، هاي ببداياتنا، اطلع باسم يسوع، باسم يسوع اطلع، وروح شرير ما عم بطلع فمنخبطه كف.
بتورم الوحش وروح شري بطلعت هناك متحارب انت روح مش عم تحارب جسد. عملنا كل اللي بتقوله يا رب، عملنا كلنا وعصينا على حالنا وحكينا بألسن وشدينا على حالنا وعملنا شربنا مي. كانوا شربوا مي، شربوا مي عليه اطلع اطلع منه اطلع ما اطلع اطلع منه بقول لك اطلع اطلع دوم اطلع. بعدين تعرفوا اتعلمت انا من مرتي، مرتي بتطلع الارواح الشريرة هلا لانه مش ماخذ دروس من هداك الزلمة. روح الشرير بتحرك منها بتحكي معاه بالارمني، ارواح الشريرة بيحكوا بالارمني تعالوا بيفهموا بالارمني. ها ارواح شريرة با سايمين هايرر يليب شتمي يليب بدون شوشرة اطلع اطلع بدون حركات اطلع ما تعمل لي فزلك اطلع بدون. والروح الشرير بيخضع على طول بيفهم ارمني. لازم تعرف انت برج حمود لازم تعرف قسيس ارواح شريرة تفهم ارمني، وانا وجدت الارواح الشريرة تفهم كل شيء زي ما الرب بفهم كل شيء. اللغة مش حاجز. مرة عم تروح بتصلي بالمستشفى آني فبلشت بالعربي نقلت للأرمني بعدين انجليزي ورجعت للعربي بعدين نقلت للأرمني. واحدة بتقول شو هالصلاة هاي؟ قالت لها مش عم بحكي معاك بحكي معاه اللي فاهم علي كل شيء. على فكرة مش مضطر تعمل حركات كتيرة، قل له اطلع اطلع اطلع. ما بعرف انتو عندكم الشرطة، احنا عندنا شرطة بكون بشريطة واحدة بيعمل هيك لوريات وكاميونات بتوقف بيد ورفوها، لوريات بتوقف الكاميونات الكبيرة وال هون بدعسوا عليه. ايه اقول لك ليه؟ لانه ما عنده سلطان، ما في حدا يدعمه. هناك اذا اتعديت على شرطي كل ما عليه الشرطي يعمل انه ياخد طاقيته ويزت عليك بتكون انت هجمت على الدولة، وهي حكمها سنين 7 سنين انا بعرف لانه بعرف واحد، لانك تعديت على الامن الدولة. هلا الشرطي بحدها له ما يقدرش يوقف نملة بقوته، بس السلطان اللي معاه، وكتير مرات احنا مش عارفين هذا السلطان اللي معانا سلطان اسم ابن الله. مش ضروري لا نزحق ولا نفط ولا ننط ولا نعمل حركات ولا اشي ولا نقص على حالنا ولا نشد على حالنا ولا نقول بس يسوع باسم يسوع اطلع 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 ما تغلبنيش اطلع. لما الناس يشوفوا هاي القوة بتغيروا. اسمع الحنفية مش شيء، القوة اللي وراها شيء. مرة كنا مدام عم نحكي على هذا، مرة كنا عم نطلع روح شرير من واحدة أخوها جابها وما مش مسيحيين هم، عم نطلع روح الشرير وبعدين قلنا بدنا نقنعه أنه يسوع هو ابن الله. قال له بتعرف يسوع ابن الله؟ قال لا. شو ابن الله ما ابن الله؟ مش ابن الله. حاولنا نقنعه قال اسمع بدكم تصلوا لأختي صلوا، إذا بدكمش تصلوا أنا رايح. ابن الله ما ابن الله ما في. قلنا لا منصلي. قال وديت عند الشيوخ وديت عند الناس ما حلوا المشكلة. قال لا طيب خليك انت. بلشنا نصلي الروح الشرير بلش يحكي واعطانا تفاصيل كيف دخل وين دخل وهذا. هذا وقف في النهاية تعرف شو قال؟ بدون ما نحكي له يسوع هو ابن الله. شاك القوة، القوة مش في الحنفية، القوة فيما بعد الحنفية. ممكن الحنفية تكون جاهزة والرب بده اياك تكون جاهز، بس الرب بده اياك تكون مربوط في مصدر القوة. ومصدر القوة انا امبارح انبسطت بالنقعة تاعتكم. مصدر انا عم بكتشف انه الحل لهالبلاد ولكل البلاد هي النقعة بقوة الروح القدس. النقعة بقوة. هلا منقدر تعرفوا انا مرات كتير انا وعزت بدون القوة. مرات كتير انا وعزت عندي الكلمات وبقدر اضحك الناس وبقدر اعمل بس مش هذا اللي بيغير الناس. اللي بغير الناس قوة الله. عشان هيك بدكم تصلوا للأسيس صلوا قوة، لأنه مرات كتير تعرفوا خوفي إيش؟ بقدر أدبر حالي بدون الروح القدس، بضبط حالي بقول له خليك أنت في البيت خد إجازة أنا بدبر بدونك. ومرات كتير ما في نتيجة،
نحن نريد نتيجة. مين بده نتيجة؟ النتيجة اللي بدنا إياها تأتي من قوة الله. فأنا بهنيكم إنه في ناس بيعرفوا إنه النتيجة قوة الله ونحتاج إلى قوة الله. قوة الله مش إنك تدفش الناس وتوقعهم أنت. قوة الله وجود القوة المغيرة في داخل النفوس. لأنه السر مش في الحنفية، السر في وراء الحنفية. ممكن أقول كل الكلمات المناسبة، ممكن أعمل كل الحركات المناسبة، ممكن أعمل المود تاع الميوزك، أعطيني الترنيم الفلاني. ياما أنا وعزت، وأنت بتعرف أسيس، بكون أنا بوعز يوم الأحد الصبح والليل، الأحد الصبح بنكون عم بوعز، بعد فجأة بيبدو ترنيمة وروح الرب بينسكب وبيعمل والناس بتتغير، بقول لهم لتعون الليل بدي هاي الترنيمة. بيعمل الترنيمة هاي ولا شيء. هلا القوة مش في الترنيمة، قوة في ما وراء الترنيمة. احنا نفكر ان جيبولنا. انا اول مرة انا وانا كنا نطلع على بن الحن، كنا بكندا وكنا نطلع، كنا نجيب كاسيتات. وبعدين واحدة اجت بني حابب يجي سنة 94، حابب يجي على الاردن. استجابة صلاة لو يجي ييم الموتى ييم البابا. وعملنا مؤتمرات ولا واحد انشفى. اللي ظهره شوي قال ظهري صار منيح احسن ان شاء الله ربما. ولا شيء. بعدين صارت تبكي انا، تقول له يا رب وين؟ قال انتوا طلبتوا بني وانا جبت لكم بني، بس انتوا ما طلبتوني. السر مش بالحنفية يا جماعة، السر بورا الحنفية بقوة الله. وانا اليوم بدي اشجعكم، وانا بدي اشجع الكنيسة انه تستمر في طلب قوة الله، تستمر في طلب قوة الله. بس نرجع للي حكيناه امبارح، رجل علاقة صح، تمتعوا فيه، اقعد معه، خد القوة. Enjoy a cup of coffee with him. Cup of coffee. في واحد كل يوم بكتب على الفيسبوك، كلية لاهوت، مدرس بكلية لاهوت، دكتوراه كلية لاهوت بأمريكا، كل يوم بين my cup of coffee time with the Lord. Excuse me, I'm going for my cup of coffee time. بروح باخد فنجان قهوة وسيجارة. لا فنجان قهوة مع الرب. بروح وبتعرف هاي الفنجان القهوة هي المكان اللي بتاخد قوة فيه، اللي بتستمد قوتك. تعرفوا في يوم الأيام شمشون فكر إنه القوة عليه وعمل نفس الحركات ونسي إنه القوة راحت وغادرته. وأنا بخاف على نفسي. هلو، أنا بخاف على نفسي، أنا بخاف على نفسي إنه قوة الله تتركني وعمل الحركات بدون قوة. أنا بخاف. إذا بدكم تصلوا للأسس، صلوا هاي الصلاة إنه قوة الله ما تتركهم ويتمم معتمدين على قوة الله. لأنه خلينا أقولكم، إحنا الأسس professionals نعرف ندبر حالنا بدون الرب، لكن النتائج مش نفس النتائج. النتائج اللي بدنا إياها، أنا أتأكد النتائج اللي بده إياها أسيس شادي وأنا وأنت والقادة كلنا، بدنا نتائج من عند الرب، والمجد يكون للرب. عشان هيك حد زبط أمورك، زبط الحنفية، تكون نظيفة فيها إيمان، وتمرق قوة الله وراح تشوفوا ايش راح يعمل. زهقنا من الكلام اللي بدون قوة، زهقنا من الكلام اللي عنده فافوش، عنده اشياء خارجية. انا زهقت. في حد زي زهق؟ انا زهقت. انا مرات كثير بروح زي ما قالكم الاساس، بنروح على مؤتمرات برا ونشوف ورشيب، واو، اصوات، مرنمين، ملتي مليون سي ديز ببيعوا، مش عارف ايش. بقعد هناك بقول فيش قوة، مش شاعر بحضور الله، مش شاعر. بطلع واحد كنت في مصر قبل كم شهر، وكان عندهم كان اجتماع لكل خنائس جماعة الله الأسس، وليلة واحدة انا بس مريت كنت مارق من هناك. بعدين قلت ايش بدهم يقولوا؟ بتعرف هدول فيهم صعايدة لابسين جلابيات وبرنموا اصوات نشاز، في بعض منهم يكون حواليك وطالع بالمي وداك طالع بالسول ونشاز بزقفوا. يا ريت ما يزقفوا، مرات الناس منهم كل ايد قد خمس ايدين هيك بضربوا هيك ويصير اهتزاز، هزة ارضية. والمرنم شخص واحد وكيبورد شخص واحد، لا جيتار ولا اشي. شعرت بقوة الله أسيس اكتر من اي وقت تاني. شخص واحد
بس كان مرتبط بالمصدر القوة. أنا بتكلم للي برنمو إذا بتقدر تيجي كمان شوي، تعالوا نطلب قوة الله، احنا بحاجة. أنا زهقت الكنيسة الخمسينية ما يكون عندها قوة. السر مش بالحنفية، طلع على جنبك قل له السر مش بالحنفية. أنا بدي أكون حنفية جاهزة لاستخدام الرب. طلبت من الأسيس إنه نصلي لكم 11 لربع، ما بعرف نقدر نصلي. نصلي نصلي نصلي. أنا حابب يجوا لقدام، فيكم الميوزيشنز يجوا لقدام، تقدروا تعطونا ميوزيك. هلا اللي مضطر يطلع يشرب قهوة وشاي بيقدر، بس اللي بيحب يجي. وأنا بدي أول شيء يجوا أهل سوريا، مش اللي عايشين هون، أهل سوريا اللي من سوريا بيقدروا يجوا لقدام. اللي أجوا من سوريا بياكم تيجوا للأمام، بدي خدام الكنيسة، الكنيسة هاي يكونوا موجودين حتى نصلي من أجل أهل سوريا.